بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع، وبالتأكيد لسه عندنا تفاصيل وأخبار وكواليس متعلقة بالمرحلة القادمة. ويمكن حلقة امبارح كان فيها تفاصيل مهمة جدا، ومع ختام الحلقة وبعد نهاية الحلقة بلحظات قليلة جدا النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي سافيو. بالتأكيد صفقة جديدة للنادي الأهلي تم الإعلان عنها بالأمس، وقلت امبارح ان صفقة شادي حسين لن تكون الأخيرة، وبالفعل بعد الإعلان عن صفقة شادي حسين بعدها في اليوم التالي الإعلان عن المهاجم البرازيلي، وما زال سوق الانتقالات مفتوح خلال الفترة اللي جاية مع قرب غلق باب القيد في القائمة الإفريقية وإرسال القائمة المبدئية أو الأولية إلى الاتحاد المصري خلال الساعات القادمة. حلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا، وكمان هنتكلم عن آخر التطورات في القائمة الدولية للمرشحين الحكام، وبالتأكيد في تفاصيل جديدة النهاردة هنحاول نعرفها استكمالا لهذا الملف اللي احنا فتحناه الأسبوع قبل الماضي، وبالتأكيد الحمد لله عامل ردود فعل إيجابية جدا ما بين الجماهير المصرية والجماهير الأهلوية بشكل خاص للإطمئنان على الاستعداد في الفترة القادمة، خاصة الموسم المحلي من قبل اتحاد الكرة وكل اللجان المنظمة للمسابقة المحلية في الموسم القادم. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف رأي حضراتكم في استراتيجية النادي الأهلي في التعاقدات خلال الفترة الحالية. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال، وعايزين نعرف آرائكم بالتأكيد بكل موضوعية في هذا الموضوع من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على هذا الموضوع اللي طرحناه بالأمس، الاستراتيجية اللي بينتهجها الأهلي خلال الفترة الحالية بخصوص التعاقدات والتدعيمات بالنسبة للموسم القادم. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل استعداداته للموسم الجديد، وكمان كولر يضع الرتوش الأخيرة قبل إرسال قائمة الأهلي الأفريقية، وأخيراً اليوم اختبارات اللياقة البدنية للحكام المرشحين للقائمة الدولية. استعراض مباراة اليوم، النهاردة جولة جديدة من مباراة دوري أبطال أوروبا، كلنا شفنا مباراة الأمس، فوز بايرن ميونخ على برشلونة، كمان فوز ليفربول على أكس في اللحظات الأخيرة، مباراة قوية جدا ومثيرة في دوري أبطال أوروبا. لكن النهاردة في مباراتين الساعة 7 إلا ربع، البداية بمواجهة ميلان مع دينامو زغرب، وفي نفس التوقيت أيضا كمان شختار دونيتسيك هيلعب مع سيلتيك. الساعة 9 من مساء اليوم 6 لقاءات في توقيت واحد، تشيلسي يستضيف ريد بول سالزبورغ، ومانشستر سيتي يستضيف بروسيا دورتموند، وكوبنهاجن يستضيف إشبيلية، واليوفي يوفنتوس يستضيف بنفيكا، ريال مدريد يستضيف لايبزيج، وفي الختام جلاسكو رينجرز يستضيف نابولي الإيطالي. مباريات الدوريات الأوروبية مباريات مثيرة وبتحظى بمتابعة كبيرة جدا من الشعب المصري. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف أخبار الأهلي وإيه الجديد النهاردة على الساحة الرياضية. أهلا بحضراتكم من جديد. بالتأكيد احنا بنتكلم في مرحلة مهمة جدا بخصوص الفترة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي. القائمة الإفريقية آخر ميعاد لإرسالها بكرة الساعة 12 منتصف الليل، بإذن الله هيكون آخر موعد لتسجيل أسماء اللاعبين بالنسبة للقائمة الإفريقية على السيستم الخاص بتسجيل أسماء اللاعبين بالنسبة للمسابقات الإفريقية. فبالطبع في اجتماعات مهمة جدا وفي مشاهدة لشرايط كثيرة جدا مع التدريبات عشان يقدر السويسري مارسيل كولر يحدد القائمة الإفريقية اللي هتشارك بإذن الله في مرحلة الدور التمهيدي الثاني. يحق لك تسجيل 33 لاعب بحد أقصى في هذه القائمة، ولكن بحد أدنى تقدر تسجل 30 25 23 لاعب زي ما انت عايز، لان القيد في يناير لن يسمح لك بتسجيل اكتر من 7 لاعبين، وبالتالي الاهلي قدر ان كان بيحاول يستفيد بالقائمه الاوليه اللي هيتم تسجيلها بالنسبه للقائمه الافريقيه. لذلك امبارح كان في تصريح مهم جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وقال ان الاهلي خلال الفتره اللي جايه عشان يحدد الصفقات ويتم الاعلان عن تدعيمات جديده، كل ده هيتم وفقا لرؤيه مارسيل كولر. يعني بعد الإعلان عن ضم شادي حسين وبرونو سافيو المهاجم البرازيلي، دي صفقات رسمية تم الإعلان عنها، وبالتأكيد ده تم وفق رؤية لجنة التخطيط خلال الاجتماعات السابقة، وتم الإعلان بشكل رسمي في الساعات الأخيرة. لكن أي صفقة
هيتم الإعلان عنها خلال الفترة اللي جاية، هيكون وفق رؤية مارسيل كولر بعد عرض هؤلاء اللاعبين على المدير الفني ومشاهدة شرائط عديدة للحكم عليهم قبل التعاقد معهم بشكل رسمي. الناس هتقول لي طب نلحق بسرعة قبل يوم الخميس. على فكرة أنت هتلعب ماتشين بس في بطولة أفريقيا ولسه عندك تدعيمات في يناير عشان إن شاء الله استكمال المشوار في شهر فبراير، فما فيش أي مساحة إنك تجري بسرعة عشان تعلن تدعيمات أخرى خلال الفترة اللي جاية. كل شيء في وقته وكل شيء بالتأكيد مدروس. طيب الفترة الأخيرة كان في عدد من لاعبي قطاع الناشئين تم تصعيدهم ومشاركتهم في مباريات رسمية، يعني مثلا على سبيل المثال أحمد نبيل كوكا، أحمد سيد عبد النبي، محمد أشرف، حمزة علاء، رافت خليل، عدد كبير من اللعيبة. كمان محمد مغربي لسه عائد في الفترة الأخيرة، وبالمناسبة كان موجود امبارح ضيف مع الكابتن أسامة حسني. فاللاعيبة الناشئين والصاعدين أكيد كمان مارسيل كولر بيحدد من خلال متابعتهم في التدريبات والمباريات اللي شاركوا فيها مدى يعني الأهمية من تسجيل سواء الست سبع لعيبة اللي ذكرت أسمائهم أو ممكن يسجل خمسة بس أو ثلاثة في القائمة الإفريقية والقائمة المحلية خلال الفترة اللي جاية. كل ده هيتم وفقا لرؤية مارسيل كولر. كمان الصفقات، كولر مش هيحدد بس موضوع الأجانب، لا ده الأجانب والمصريين، فكل الأمور دي بتتم من خلال المدير الفني السويسري، وده تم الإعلان عنه بالأمس من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ. كمان مارسيل كولر حدد مواعيد المباراة الودية خلال الفترة اللي جاية. الأهلي هيلعب مباراة ودية أيام 21 و25 و29 من شهر 9 الجاري، وهتكون مباريات متدرجة المستوى خلال الفترة اللي جاية في التحضير لبطولة إفريقيا. آخر مباراة ودية هتكون يوم 29/9، لأن أول مباراة رسمية في البطولة الإفريقية هتكون يوم 7 أكتوبر، يا إما هتتلعب في رواندا مع الجيش الرواندي، يا إما هتتلعب في تونس في مدينة المنستير مع الاتحاد المنستير التونسي. ولقاء الذهاب ما بين الفريقين انتهى بفوز الجيش الرواندي 1-0، ولقاء العودة بإذن الله هيكون يوم الجمعة القادم في تونس. كابتن سادة هيحدد كمان أسماء الفرق اللي هيلعبها الأهلي خلال الساعات اللي جاية بشكل رسمي عشان يبدأ الأهلي أولى مباراة الودية يوم 21/9 بإذن الله. كمان مارسيل كولر قرر تأجيل معسكر الفريق اللي كان من المقرر إقامته خارج البلاد في موعد لاحق، وخلاص هيكون في تطبيق النظام اليوم الكامل ابتداء من يوم السبت اللي جاي، والفريق هيعسكر في إحدى الفنادق خلال الفترة اللي جاية. كمان من الأمور اللافتة للنظر في التدريبات، سواء في التدريب الصباحي النهاردة أو في التدريب كمان اللي هيبدأ خلال لحظات، إن اللعيبة نزلت النهاردة بترتدي الأرقام الرسمية على التيشيرت، وده ما كانش موجود في التدريبات خلال الفترات السابقة. ليه ده؟ مارسيل كولر في مسألة القياسات ومسألة السكاوتينج أنت محتاج بتسجل فيديو لكل اللعيبة في التدريبات، فمحتاج يشوف كل لاعب بالرقم الرسمي بتاعه عشان يبقى ليه فايل بالرقم التيشيرت بتاعه، يبقى عارف إمكانيات هذا اللاعب وقدراته. قدامكم مثلا في التمرين هو أليو ديانج برقم 15، محمد هاني هتلاقيه برقم 30، الحراس معروفين، هتلاقي كل لاعب برقم التيشيرت بتاعه في التدريبات خلال الفترة اللي جاية. ده بدأ النهاردة في المران الصباحي، وفي المران المسائي كمان علي معلول كل اللعيبة اللي هتكون موجودة في التدريبات هتشوفها بالأرقام الرسمية اللي بتلعب بيها في المباريات الرسمية سواء المحلية والأفريقية. أهي صورة للفريق بالكامل، قدامنا حسام حسن رقم 9، أحمد عبد القادر، محمد هاني، علي معلول زي ما قلت لحضراتكم، وأليو ديانج كمان بنفس الأرقام الرسمية. طيب برونو سافيو انتظم في تدريبات الأهلي، تم الإعلان بالأمس عن صفقة المهاجم البرازيلي اللي انضم بشكل رسمي للنادي الأهلي، والنهاردة كان أول مران للمهاجم البرازيلي في المران الصباحي. طبعا صفقة مهمة جدا، انضم للأهلي من نادي بوليفار البوليفو، ولاعب برازيلي وكان في ترحيب بيه على طريقة خاصة. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح التدعيمات فيها استراتيجية جديدة وفيها مدارس مختلفة وسوق الانتقالات مفتوح، مش في أفريقيا انت ممكن تروح لأبعد مدى، ولما قلت امبارح ابعد مدى يعني ممكن توصل لامريكا اللاتينيه. فبالفعل تم الاعلان عن مهاجم برازيلي، وبنبقى عارفين التفاصيل بس بننتظر دايما الموقع الرسمي والاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي. الفتره اللي جايه في ترتيبات مختلفه في مساله سوق الانتقالات، وقلت لكم امبارح الجزئيه الاهم في التدعيمات حاجتين، جوده افضل وقيمه تسويقيه اقل، لان خلاص انت رايح في مرحله مختلفه، مرحله انك بتتعاقد في حدود الميزانيه، وده أمر مرتبط باللعب المالي النظيف سواء داخل مصر بعد قرار اتحاد الكرة، وهيكون ليه أبعاد مهمة ابتداء من السنة الجاية في بطولات إفريقيا، الكاف هيحدد ده، فلازم تمشي طبقا للوائح والقوانين، والنادي الأهلي دايما بيبقى رقم واحد في تنفيذ هذه اللوائح
في الفترة اللي جاية. بعد ما تم إجراء فحوصات وقياسات بدنية، كمان في فحوصات طبية للفريق بإذن الله بكرة، وهتتعمل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. القياسات البدنية، الفسيولوجية، الفحوصات الطبية، تحليل الدم، كل ده بيتم ليه؟ قبل ما تبدأ الموسم الجديد يبقى عندك كل الأرقام الرسمية وكل النتائج الرسمية، سواء تحاليل أو فحوصات أو قياسات، عشان تحدد المرحلة الجاية كل لاعب الفايل بتاعه ناقصه إيه، محتاج إيه. إن شاء الله يكون كل اللعيبة في أتم الجاهزية، لأن القياسات البدنية والعضلية مهمة جدا، بتفرق في مسألة الإصابات اللي بتحصل على مدار الموسم. كمان دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق ورئيس الجهاز الطبي كشف عن موعد عودة محمد مجدي أفشة ومحمد شريف. أفشة يمكن كان عمل عملية في الفترة السابقة، وتحدد بإذن الله عودته للتدريبات الجماعية خلال أسبوع. محمد شريف كان تعرض لإصابة عضلية قوية في نهاية الموسم بسبب ضغط الماتشات وغاب لفترة، لكن تحدد إن شاء الله عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد 10 أيام وفقا للتقدير الطبي لحالة الثنائي خلال الفترة الجاية. كمان عمار حمدي أسبوع بالكتير إن شاء الله وتشوفوه في التدريبات الجماعية. دي كانت أهم الأخبار والكواليس بخصوص الأهلي في الفترة اللي جاية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا ملف مهم جدا اتكلمنا فيه قبل كده ولسه مستمرين في فتح هذا الملف. النهاردة كمان اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين، كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بالتاكيد في تمرين دلوقتي بالنسبه لفريق النادي الاهلي للفتره الثانيه من التمرين. يوم النهارده برنامج يوم كامل، تدريب صباحي وتدريب مسائي، وبدايه قويه بقى لمرحله الاعداد الفتره اللي جايه، كلها تدريبات بدنيه، مفيش تدريبات بالكره في التوقيت الحالي. لذلك اذهب مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد عشان نعرف منه اخر اخبار الفريق خلال الفتره القادمه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك في البدايه، وكل التحيه ايضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اخر الاخبار لديك وايه الجديد عندك في ملعب التتش بالجزيره؟ يعني انت عارف يا محمد طبعا نقدر نقول اليوم الثالث في المرحله الاولى طبعا من الاستعدادات للموسم اللي بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذا الموسم. احنا بنقول مرحله اولى لان انت عارف يا محمد خلاص النادي الاهلي بدا هذه المرحله، وتكون في مرحله ثانيه كمان فيها المعسكر اللي تم تاجيله، لكن عايز اطمنك بشكل عام على حاله اللاعبين، ويمكن الكل حابب هذه المرحله رغم قسوتها ورغم تدريبات صباحيه وتدريبات مسائيه، لكن لعيبه النادي الاهلي بتبذل كل قوه الحقيقه فيها للتدريبات. ده يدل مدلول كبير جدا ان الكل عايز يجهز، الكل عايز يخش على طول في مرحله التدريبات القويه، لان خلاص كل واحد عايز فرصه. انت بتدعم بشكل كبير جدا، مجلس الاداره شغال في التدعيمات بشكل مميز جدا، فخلاص دلوقتي كل واحد عايز يثبت حضور. اللي راجع من الاصابه بيحاول ان هو يرجع 101% مش 100 بس كمان، فكل الامور دي الحمد لله مطمئنه بشكل كبير جدا لفريق النادي الاهلي. نقطه في البدايه اتكلم معاك فيها محمد وهو استكمال الفحوصات الطبيه والبرنامج المميز جدا، واكد على هذا الامر. النادي الاهلي عمل الفحوصات وبيعمل الفحوصات الطبيه دي كل موسم، لكن مش بهذا الشكل. يمكن في تصريحات طلعت ان النادي الاهلي اول مره يخوض هذه الفحوصات الطبيه، انا باكد لك الامر ده يمكن ما حصلش ابدا. النادي الاهلي على طول في كل موسم، لكن مع تلاحم المواسم الكبير جدا ما بيبقاش بالقدر الكبير يا محمد، او تقدر تقول ما بيتعملش بشكل كامل، لان انت عارف ضغط المواسم بشكل كبير خلال الايام الماضيه، هو ده اللي يمكن بيحجم شويه الجهاز الطبي في الفحوصات بشكل كامل. لكن مع الوقت ومع يعني نقدر نقول ان في مساحه كبيره جدا من الوقت النادي الاهلي بيشتغل بكل البرنامج الخاص بالفحوصات الطبيه. النهارده يمكن كمان كان في جزء صباحي في التدريب الصباحي اللي كان على ملعب مختار التتش فيها التاسعه صباحا، بكره كمان هيكون في استكمال للفحوصات الطبيه. الجهاز الفني بالكامل والجهاز الطبي بيحاول ان هو قبل ما يخش بقى في مرحله فتره الاعداد بالكامل ابتداء من يوم الاحد يكون في وقوف على القياسات. العضلات، العضله بتاخد اكسجين قد ايه، كل لعيب هيكون ليه برنامج تقيلي معين، هيكون ليه بعض طبعا الاحمال والاوزان في الجيم، فده امر مهم جدا، ودي خطوه كبيره ومهمه جدا ان شاء الله هتساعدنا خلال الموسم الشاق جدا اللي واضح بشكل كبير جدا ان هو يكون موسم قوي وموسم صعب على النادي الاهلي كالعاده. لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في مارسيل كولر المدير الفني، الجهاز، كل اللعيبه اللي عندها شغف كبير جدا ان شاء الله باذن الله ان هي ترجع من جديد على منصه التتويج كعاده فريق النادي الاهلي. من لحظات بسيطه جدا كان محمد مجدي قفشه بيجري حول الملعب، واطمنك على قفشه خلاص في خلال 5 أو 6 أيام بالتاكيد ان شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي. معاه ايضا كمان محمد شريف اللي يمكن عدى مرحله كبيره جدا، ومن الواضح ان بكره ممكن ياخد جزء بسيط لكن مش كره. الكل طبعا بيشارك في بعض التدريبات البدنيه، لكن موضوع الكره ده يمكن بيتاجل شويه بالنسبه طبعا لكل اللاعبين اللي راجعين من الاصابه، للاطمئنان عليه
عليهم والاستفاده بيهم محمد بشكل كبير، لان احنا مش عايزين نفقد اي لعيب خلال هذه المرحله وتحديدا مرحله الاعداد. الامور مطمنه الحمد لله. الصفقات الحقيقه يمكن ظهر النهارده في اولى الظهور في ملعب مختار التتش مع النادي الاهلي برونو سيلس سافيو، طبعا اللاعب البرازيلي اللي بنتمنى يكون اضافه كبيره جدا مع شادي حسين مع توالي الصفقات. يعني مجلس الاداره يمكن كل يوم بيفاجئنا طبعا كالعاده بصفقه مميزه جدا، في انتظار كمان ان شاء الله باقي الصفقات. الامور الحمد لله محمد طيبه، لكن حتى هذه اللحظه يمكن شايف يعني لعيبه النادي الاهلي لسه ما نزلتش في الارض طبعا مختار التتش. الكل النهارده يمكن داخل في محاضره مع مارسيل كولر اللي مركز بشكل كبير جدا على الجوانب النظريه مع الجزء البدني. كل طبعا امور الخاصه بالكره متاجله شويه، لكن الحمد لله محمد في تفاؤل، والحمد لله يمكن الواحد شايف ان في سعاده كبيره ورضا مع لعيبه النادي الاهلي مع الجهاز الفني بالكامل اللي بيتمنى له كل التوفيق محمد ان شاء الله هذا الموسم. محلل الاداء ياسين المكاري تونسي، وعندنا علي معلول تونسي. الكواليس بقى اللي الناس مش شايفاها قدامها يا كريم، قول لنا الاجواء كده. وياسين المكاري بيتحدث اللغه العربيه، في تعامل بينه وبين كل اللعيبه وتعامله مع علي معلول كمال، انه ياسين المكاري في ميزه لعب في المسابقات الافريقيه، فتحليل الاداء بالنسبه له مع فرقه الاهلي هيساعد مارسيل كولر بشكل كبير جدا كمان خلال الفتره اللي جايه. نقطة إيجابية ومهمة جدا يا محمد. الحقيقة يعني زي ما أشدنا بالجهاز الفني بالكامل، لا يمكن ياسين المكاري طبعا واحد من المميزين جدا في التحليل، علاقته أكثر من رائعة الحقيقة بعلي معلول، وأنت عارف طبعا ده بيسهل بشكل كبير جدا، لأن المعلومات هيستفادها من على هياخد معلومات كبيرة جدا من علي معلول مع طبعا تحليله. الراجل دايس في أفريقيا بشكل كبير جدا بلغة الكرة زي ما بنتكلم، هيسهل بشكل كبير على عكس ما يكون في محلل اداء متواجد ما شاركش في افريقيا، ما حللش مباريات افريقيه، مش عارف الاجواء الافريقيه عامله ازاي. لكن كمان ان هو يكون تونسي وايضا كمان عارف الاجواء الافريقيه، عارف حاله اللاعبين التونس الجزائر كل الامور دي هيساعد بشكل كبير جدا. وهو ايضا كمان الحقيقه يمكن من اسئلتنا كده، طبعا هو مميز جدا، عنده بصمه رؤيته مميزه جدا، ويمكن مارسيل كولر بيعتمد عليه بشكل كبير جدا في تحليل المباريات تحديدا. لكن احنا طبعا منتظرين محمد المباريات تحديدا الوديه، انت عارف خلاص يمكن النادي الاهلي اعلن لثلاث مباريات وديه يوم 21 و25 و29، منتظرين نشوف على ارض الواقع، منتظرين نشوف تحليل المباريات ايضا كمان مارسيل كولر على بال ما اللعيبه طبعا ترجع كلها، طبعا كل اللعيبه المصابه، ازاي الراجل هيبدا يقيم، ازاي الراجل هيبدا يوزع كل المجهود على المباريات. في طبعا مجموعه تشارك في المباراه الاولى، المباراه الثانيه، المباراه الثالثه، احنا منتظرين نشوف على ارض الواقع. التدريبات كلها حتى هذه اللحظه ما بتتخللهاش كره الا بسيط بشكل بسيط جدا، على قد ما بيكون في تقسيمه في نهايه المران، لكن هي تقسيمه للمدير الفني. الراجل عايز يشوف كل اللعيبه على ارض الواقع، يشوف في ثلث ملعب الضغوطات بتبقى عامله ازاي. الراجل كمان يمكن اكد على تيشيرتات النادي الاهلي، الراجل عايز كل لعيبه النادي الاهلي برقمه، كل لعيب يكون برقمه، لان هو يمكن عنده صعوبه شويه طبعا في الاسماء، فعايز خلاص يكون رقم اللعيب هو عارف تقييمه ايه، ملفه ايه، فايله ايه. في شغل كبير جدا وشغل جديد اول مره نشوفه طبعا بالنسبه للحاجات الصغيره دي، والحاجات الصغيره دي يا محمد بتدل ان الراجل حابب النادي الاهلي، عايز يعمل حاجه مع النادي الاهلي، ودي امور يعني بديانا تفاؤل بشكل كبير جدا. الكل بيجتهد، الكل عارف قيمه النادي الاهلي، خبرات كولر منتظرين ان شاء الله، كاريزمته طبعا ويمكن علاقته الطيبه اللي اكتسبها مع لعيبه النادي الاهلي في خلال الايام البسيطه جدا. الكل لما تيجي تساله على كولر يقول لك مدرب مميز، واضح ان هو يمكن عنده الكاريزما ان هو يوصل للعيبه النادي الاهلي سريعا، فده اللي بنعمله ان شاء الله. محتاجين الكل يكون متواجد، الكل يكون سند كالعاده طبعا مع الجهاز الفني، دعم كبير جدا الفتره اللي جايه، الجهاز الفني دعم بشكل كبير لاعبتنا، الصفقات، الكل لابد يتكاتف يا محمد في هذه المرحله المهمه جدا، لان خلاص احنا هنبدا المرحله ببطوله افريقيه، بانطلاقه افريقيه بإذن الله. محتاجه مجهود كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون المرحله هذه مرحله من نصيب النادي الاهلي. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي واللي موجود في ملعب التتش بالجزيره لمتابعه تدريبات الفريق، شكرا جزيلا ليك، كلام مهم جدا وتوضيحات مهمه جدا قالها زميلنا كريم احمد. فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا النهارده احنا بنتكلم على اختبارات اللياقه البدنيه بالنسبه للحكام، وكلنا عارفين ان اللياقه البدنيه الاختبار مهم جدا بالنسبه للمرشحين للقائمه الدوليه. الفترة اللي فاتت فتحنا الملف ده وملف القائمة الدولية والمرشحين للقائمة الدولية، في تفاصيل كتير اتكلمنا فيها، الكلام اللي قلناه لقى الحمد لله ردود فعل إيجابية. مسألة الكشف الطبي والحكام المرشحة وإيه اللي حصل ومين جه القاهرة ومين سافر محافظات تانية، كل التفاصيل دي حضرتكم عرفتوها بالتأكيد مننا في الفترة الأخيرة. لكن النهاردة أهم حاجة في اختبارات المرشحين للقائمة الدولية وهو اختبار اللياقة البدنية. لذلك أنا معايا على التليفون الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح، محاضر تحكيمي، حكم له خبرات كبيرة جدا، اشتغل كمان في منطقة الخليج العربي، وعنده تفاصيل كتيرة بخصوص الاجتماع النهاردة أو اختبار اللياقة البدنية اللي هيكون موجود النهاردة في إحدى الملاعب اللي بيتلعب عليها كمان مباريات رسمية في الدوري العام. كابتن محمد تحياتي ليك وتحيات كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. تحياتي ليك كابتن محمد وتحياتي لكل مشاهدينا.
طبعا موضوع مهم جدا وخطير، واحنا بنتكلم فيه الهدف منه مصلحه التحكيم المصري في المقام الاول، ومسابقه الدوري والمسابقات المحليه لما تنطلق اكيد اللي بيحصل دلوقتي هينعكس على المباريات الرسميه الفتره اللي جايه. فعايز اعرف منك ايه اخر اخبار الموضوع والنهارده اختبارات اللياقه البدنيه؟ طبعا مفيش شك ان اللي حضرتك قلته ده البدايه دايما بتدي انطباع عن اللي هيحصل بعد كده. بالظبط. وان كنت هبدا كلامي معاك ان النهارده الاجراءات اللي بتتم بيها اختبار اللياقه البدنيه افقدت اختبار الترشح للقائمه الدوليه هبته وقيمته. ياه، هبته وقيمته. طبعا افقدته هبته وقيمته، وانا يعني اعني تماما ما اقوله، لان النهارده في حكام اتبلغت ان هي تروح تجري. طبعا كل الاحترام لكل الحكام الشباب والصاعدين والواعدين، ولكن في معيار دايما للترشح للقائمه الدوليه وهو النهارده انت في حكام رصيدها في الدوري الممتاز لاول سنه رصيدها مباراه واحده ومباراتين، والنهارده هيكونوا موجودين يجروا في ترشح للقائمه الدوليه على اي اساس وعلى اي معيار؟ لا ثواني يا كابتن محمد، هو مش في لائحه ترشيحات في الاتحاد المصري ان اللي مرشح للقائمه الدوليه لازم يكون لعب على الاقل 10 مباريات خلال اخر موسمين متتاليتين؟ بالظبط، دي اللائحه اللي احنا كلنا عارفينها. امال ازاي سنه يعني ازاي سنه يدير مباراه وفي سنه ثانيه يدير مباراتين ويترشح قائمه دوليه؟ هقول لك يعني اللي انا اعرفه واللي وصلني ان يعني في نوع من المجاملات ونوع من حصل نوع من الضغط وتليفونات وناس اتخانقت في التليفون، انا كابتن انا عايز اجري واللي عنده 5 ماتشات بقى يتفضل، ده بخلاف ان في تدخلات حصلت، وانا بقول لك على معلومه من بعض اعضاء مجلس الاداره لاتحاد الكوره، كل واحد ليه حكم او اثنين عمل تليفون عشان الحكم اللي تابعه يروح يجري، وده طبعا هو ده السبب اللي خلى الناس كلها مش فاهمه هو ده بيجري ليه وده بيجري ليه. وانا انا بقول لك النهارده كمان في 11 حكم كانوا موجودين في مركز الطب الرياضي الصبح بيكشفوا الكشف الطبي، اتبلغوا الساعه 10 بالليل انت النهارده عندك جري، تعال اجري جري القائمه الدوليه بناء على تليفونات. ازاي؟ هو مش الفيفا قال ان الحكم يجتاز الاختبار الطبي وبعد كده يبقى عنده اختبار لياقه بدنيه؟ طبعا انت لازم ما ينفعش تنزل الملعب الا لما تكون معاك الكشف الطبي بتاعك بيقول ان انت لائق طبيا. وهنا هيتحمل مين اللي هيتحمل مسؤوليه الحكم ده لو كان عنده اي مشكله وحصل له اصابه النهارده؟ هل المسؤول عن لجنه الحكام اللي سمح له؟ وازاي اصلا مش متعارف اصلا ان انا واجري بالليل؟ ازاي ده؟ انا النهارده هيتاخد منه تحليل دم، يعني النهارده بيتاخد منه عينه دم وبيبقى يوم مرهق جدا وهيروح يجري، ازاي؟ اليوم الجري ده بيبقى يوم كله راحه فالامور ماشيه بعشوائيه غريبه جدا ما شفناهاش قبل كده من يوم ما بداوا كره القدم في العالم، فاقول لك يوم ما احنا بعيد عن التحكيم يعني. طب مين المسؤول عن القصه دي يا كابتن محمد؟ يعني انا اتكلمت كتير قوي على دور مدير لجنه الحكام الكابتن احمد ابو العيله، وانا بتكلم شغله والله مش بتكلم عن شخصه. طبعا. وفي مارك كلاتنبرج رئيس اللجنه المفروض يكون كمان مشرف وبيتابع اللي بيحصل ده، دي اول قائمه دوليه في عهده. هل هو كمان موجود النهارده في اختبار اللياقه البدنيه؟ بما انك اكيد موجود دلوقتي في المكان اللي هيتعمل فيه اختبار اللياقه البدنيه. هو بالفعل هو جه امبارح بالليل. تمام. وحضر اختبار اللياقه البدنيه لكره الصالات النهارده في جهاز الرياضه، حضر بالفعل، طبعا هيكون موجود بعد شويه هيحضر فوق الاختبار، ولكن وهنتكلم عن المسؤوليه، انا بقول لك المسؤوليه مشتركه ما بين اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره وما بين المسؤولين في لجنه الحكام، وان كان ما فيش لجنه حكام خلاص يعني لجنه خلاص قدمت استقالتها. المسؤول دلوقتي هو الكابتن احمد ابو العيله والكابتن تامر دري، وان كنت باكد لك ان الكابتن تامر دري ملوش اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد عن اي اختيارات او اي امور من هذا الجانب، لكن القرار كله كان في ايد الكابتن احمد ابو العيله والاتصالات كانت مع الكابتن احمد ابو العيله. اكيد، لان هو مدير اللجنه هو اللي قدامنا دلوقتي وبنحاسبه على كل الاخطاء اللي بتحصل دلوقتي، وكان ابرزها الكشف الطبي. طبعا الكشف الطبي ده كمان ده كارثته كارثه ثانيه، يعني هو النهارده النتائج ما طلعتش بسبب المشهد اللي كل الناس شافته ده. طبعا كان الامور اتعاملوا بعشوائيه لولا تدخل طبعا الدكتور اشرف صبحي مدير الرياضه، ويعني وقف المهزله دي، لان احنا عندنا مركز طب رياضي على اعلى مستوى، وعايز اقول لك احنا دايما كل سنه بنكشف فيه احنا كحكام، يعني لحد انا قبل ما بطل قد اخر سنه كنت بكشف في مركز الطب الرياضي، وده الامر الطبيعي على فكره، اللي الناس شافته ده اللي مش طبيعي، لحسن الناس تفتكر ان الحكام بتتعامل المعامله دي على مدار السنين. هم قالوا كده، قال لك ده كل سنه بيحصل كده. لا لا الكلام ده غير صحيح، الكلام ده اول مره يحصل، الكلام ده اول مره يحصل، انا بقول لك انا واحد من الناس كنت على طول بكشف في مركز الطب الرياضي، مركز محترم
امكانياته عاليه جدا، مصر تمتلك كل المقومات اللي تخلينا في احسن مكانه، لكن للاسف المسؤول هو صاحب الواقعه دي، هو اللي لازم يحاسب. وكنت انا اتفاجئت ان احد اعضاء مجلس الاداره في مداخله تلفزيونيه الدكتور ايهاب الكومي انا بلوم عليه ان هو قال احنا ما نعرفش حاجه عن الكلام ده، امال مين اللي يعرف؟ طب انت النهارده لما انت بتاخد قرار بكشف طبي لحكام القائمه الدوليه وحكام الدوري الممتاز انت بتعتمد مبلغ مالي، لان أكيد. انت هتروح تدفع، فمين اللي اعتمد المبلغ المالي؟ ما هو اكيد انتوا كاتحاد كوره. هم كمان واخدين من الانديه 575,000 جنيه دفعه اولى قبل بدايه الدوري عشان الحكام، ف ده واخدين الفلوس مقدم، بخلاف ان الحكام لم تتقاضى مستحقاتها الماليه من يعني اخر حاجه ابريل ده الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث، وماتشات الجمهوريه للناشئين من شهر يناير ما دفعتش مستحقاتها للحكام. طيب النهارده ممكن كم كان يعني كم حكم يجري النهارده في اختبار اللياقه البدنيه؟ كان دايما 15 20، هل نشوف ضعف كده ولا كام؟ هيعدوا ال 35 حكم. خمسه يا نهار ابيض، رقم كبير جدا. 35 حكم بدون معيار وبدون مقياس، يعني لازم ناكد على دي. لو الكل ينطبق عليه المعيار اهلا وسهلا. لكن انا باكد لك تاني وبكرر تاني كلمتي ان النهارده اللي بيحصل افقد القائمه الدوليه والترشح للقائمه الدوليه هبته وقيمته. طيب في حد من الكاف او الفيفا النهارده موجود؟ جرى العرف انا كنت بحضر دايما لاختبار اللياقه البدنيه بيجي امباكي من السنغال، النهارده موجود ولا هيبقى مين المشرف على الاختبار؟ لا هو مش موجود، وكان المفترض ان الكابتن عصام يعني اتقال ان هو كان هيبقى موجود، لكن الكابتن عصام النهارده موجود في تونس في احد الكورسات بيحاضر هناك لحكام تونس، لكن هو مش موجود لان هو تم استدعائه للكورس ده. كورس الفار في تونس؟ لا مش فار، لا كورس المحاضرين لحكام تونس. تمام، لكن مش فار. لا اوكي، لكن مفيش حد النهارده بيشرف حتى من الكاف على الاختبارات او الفيفا؟ المفترض ان كلاتنبرج موجود، ولكن خلاص هو عايز اقول لك على حاجه، هو انت النهارده خالفت المعيار. فيفا ايه بقى؟ وانت خالفت المعيار، كل الناس اللي موجوده في الملعب النهارده ما عندهاش، لا تنطبق عليها الشروط خلاص بقى، يعني حتى فيفا انت خلاص انت من البدايه خالفت المعيار. طب في مساحه للاعاده تاني؟ هو المفترض ان بيبقى دايما والطبيعي ان بيبقى في اعاده للاختبار، ولكن امتى الاعاده؟ هو اخر يوم لارسال القائمه الدوليه هو يوم 25، وانا المفترض ان انا عشان اعيد لازم اديك وقت كفايه، لان انت بعد المجهود البدني اللي بتعمله ده ممكن يحصل اصابه لا قدر الله لحد النهارده. هل الوقت ضيق عليك في ال 10 ايام دول؟ بقى 10 ايام صعب، صعب جدا. فطبعا حتى تحديد الوقت والاجراءات اللي اتخذت من لجنه الحكام ومن اتحاد الكوره كانت اجراءات خاطئه ومتاخره، وعشان كده احنا بقينا في المشكله اللي احنا فيها النهارده. كابتن محمد ده صراحه انا بشكرك على جهدك ودورك في الفتره الاخيره في هذا الملف بصراحه. بشكرك وبشكرك على المداخله الجميله. شكرا جزيلا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح، حكم سابق وكان محاضر كمان تحكيمي، والكلام اللي قاله ده ما يبشرش باي خير في الفتره اللي جايه، وربنا يستر على مباريات الدوري الفتره الجايه بالاخطاء الكارثيه اللي احنا شايفينها من لجنه الحكام، او تحديدا من مدير اللجنه الحالي الكابتن احمد ابو العيله. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نروح لترند الاهلي ونشوف اخر اخبار الاهلي في السوشيال ميديا. بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند، ونبدا مع بعض بسرعه ترند الاهلي. ترند الاهلي النهارده بنبدا بيه حساب يلا كوره، حساب يلا كوره على تويتر، قالوا ان مصدر ليلا كوره الاهلي يقرر قيد خمس شباب والصفقات الجديده في القائمه الافريقيه. ده الجزء اللي اتكلمت فيه في بدايه الحلقه، اللاعيبه الصاعدين محمد مغربي، كوكا، احمد سيد عبد النبي، اشرف، حمزه علاء، رافت خليل كمان مع صافيو وشادي حسين، ممكن كل دول يكونوا موجودين في الفترة اللي جاية. لكن يلا كرة قال مصطفى ميسي الوافد من سيراميكا في القائمة الإفريقية. الأهلي لم يعلن حتى الآن عن هذه الصفقة، وننتظر خلال الساعات القادمة الموقف الرسمي والقرار الرسمي. الوطن سبورت من خلال الأكاونت الرسمي ليها على تويتر قالوا خمس لاعبين أجانب بقائمة الأهلي في الموسم الجديد، قيد أربعة والأخير قادم. احنا بنتكلم دلوقتي إن احنا عندنا علي معلول، أليو ديانجي، بيرسيتاو، ومع التعاقد مع برونو سافيو البرازيلي أصبح عندنا أربع لاعبين أجانب، يتبقى مقعد واحد هنشوفه خلال الساعات اللي جاية صفقة أجنبية جديدة. طيب حساب في الجول على تويتر أيضا، خبر في الجول، عمار حمدي يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد ثلاث أسابيع، شيء طيب جدا إن احنا نشوف عمار حمدي بإذن الله سريعا في الفترة اللي جاية. كان تعرض للإصابة أثناء مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وسوء حظ بالتأكيد لازم اللاعب، لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يعود سريعا للتدريبات والمباريات. حساب اليوم السابع على الفيسبوك كتبوا ان كولر يقرر رفع الحمل البدني للاعبي الاهلي تدريجيا قبل الموسم الجديد،
ده شيء طبيعي. انت بتبدا مرحله اعداد بدني، بتبدا تدريجي تدريب ثم تدريب تاني في اليوم التالي، وبعد كده تبدا برفع الحمل التدريبي تدريبين او تدريب صباح وتدريب مسائي يوميا، ثم بعد ذلك بيكون في تدريب بالكره، وبعد كده مباريات وديه. ده من خلال متابعتنا بيبقى كده مراحل تدريجيه في مرحله الاعداد البدني، لان ده الاساس اللي هتبني عليه المستوى البدني للموسم الجديد خلال الفتره اللي جايه. نروح لحساب بطولات، وبيقولوا مدير مستشفى القياسات قال فوجئت بقوه تحمل ثلاثي الاهلي ومغربي تفوق على الجميع. كلنا عارفين الاهلي كان عمل قياسات فسيولوجيه وبدنيه في احدى المستشفيات، ويمكن مدير المستشفى خرج وقال بعض التفاصيل الخاصه بقياسات لعيبه الاهلي. ما كنتش اتمنى اسمع التفاصيل الخاصه بالقياسات، لان دي امور سريه خاصه بالفريق اللي عمل هذه القياسات. لكن عموما في تصريحات اتقالت وتم الكشف عن بعض التفاصيل، لكن نتمنى الفتره الجايه الامور دي يكون فيها احترافيه اكتر، لان الامور دي فيها جزء كبير جدا من السريه على القياسات البدنيه بالنسبه للاعبين، زي التحاليل الطبيه. هل اعمل تحاليل طبيه في مكان والمكان يكشف عن بعض التفاصيل الخاصه بالتحاليل؟ اكيد طبعا لا، لان دي امور خاصه بالشخص او الجهه اللي جت عملت هذه القياسات او هذه التحاليل. لكن عموما هنشوف الفتره الجايه اهميه هذا الموضوع بالنسبه لمستقبل الكوره في النادي الاهلي. سبورت 360 مصريه والحساب الرسمي ليها على تويتر قالوا برونو سافيو هو رابع برازيلي في تاريخ النادي الاهلي. في ثلاث لعيبه برازيليين قبل كده جم النادي الاهلي، وبرونو سافيو هو اللاعب الرابع. طيب جيلبرسون كان موجود في موسم 2003-2004، فابيو جونيور 2010-2011 وطبعا مشي بعد توقف النشاط، هنريك في 2014-2015، وان شاء الله برونو سافيا هيكون قماشه مختلفه عن اللي حصل مع الثلاث برازيليين في الفتره السابقه. ده الترند الاهلي. طب نروح للترند المحلي، وبالتاكيد منتخبنا الوطني بدا الاستعدادات لاجنده شهر 9. حساب اتحاد الكوره من خلال الاكونت الرسمي ليها على تويتر قالوا المنتخب يخوض تدريبه الاول تحت قياده روي فيتوريا. التدريبات في استاد برج العرب الاسكندريه زي ما احنا شايفين في الصور، والاستعداد لموديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 من شهر سبتمبر الجاري. مباراتين وديتين، يعني المستوى مش بالمستوى الكبير، لكن اكيد بدايه جيده ان شاء الله روي فيتوريا عشان يتعرف على امكانيات لاعبي المنتخب. ايضا لسه مع حساب الاتحاد المصري على تويتر، ونشر فيديو لممر شرفي للاعبين الجدد في منتخب مصر. لاعبي منتخب مصر زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشه اقاموا ممر شرفي، طبعا اللعيبه القدامى هي اللي عملت الممر الشرفي للترحيب باللاعبين الجدد المنضمين لاول مره لصفوف الفريق، واول تجمع زي ما انتم شايفين امبارح. وطبعا الترحيب يعني على اعلى مستوى، وشايفين الترحيب اكتر كمان بعدد من اللعيبه، اسامه جلال، احمد مدبولي، احمد عادل، مروان عطيه، محمود حماده، شادي حسين، احمد شريف، ناصر منسي. ما اعرفش انا شفت محمد عبد المنعم دخل في الممر الشرفي رغم ان هو كان احد ابرز العناصر الكبيره اللي كانت موجوده طبعا في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. الاهلي دلوقتي عنده 6 لاعبين في هذا المعسكر، بنتكلم في محمد الشناوي، ايمن اشرف، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، كمان شادي حسين، فاكثر لعيب اكثر من لاعب في معسكر منتخب مصر. طيب نروح كمان لحساب كره 11، تصريح للاستاذ عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكوره من خلال الاكونت الرسمي لكره 11 على الفيسبوك. نشروا التصريحات بيقولوا فيها ان 5000 مشجع سيحضرون مباراتي منتخب مصر الوديتين خلال معسكر شهر 9 على استاد الاسكندريه. اذا المنتخب بيتدرب في استاد برج العرب، لكن المباريات الوديه هتكون على استاد الاسكندريه. الوطن الرياضي بيتكلموا فيه كلام مهم جدا لكلاتنبرج، وده الكلام اللي بنتكلم فيه بقالنا فتره. كلاتنبرج يفتح تحقيق في وقعه الكشف الطبي للحكام وهيكلة جديدة للحكام. آسف، فكرة أن مارك كلاتنبرج يقول أفتح تحقيق في واقعة الكشف الطبي، يا فندم حضرتك كنت فين ساعة هذا القرار؟ أولا حضرتك رئيس لجنة من أول شهر 9، وكل اللي حصل ده في شهر 9 سمعت أن أنت كنت بره خارج مصر. النهاردة كابتن محمد صلاح عبد الفتاح قال لسه راجع امبارح وحضر النهاردة اختبارات اللياقة البدنية، فبالتأكيد موضوع الكشف الطبي مسؤولية اللجنة على رأسهم حضرتك، فلازم تحاسب المسؤول على هذا الموضوع وهو السيد أحمد أبو العيلة مدير لجنة الحكام. مشاركات الجمهور على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، رأيهم في استراتيجية الأهلي اللي بينتهجها خلال الفترة الحالية بخصوص التدعيمات والصفقات. نورة الحكيم بتقول عجبتني جدا وهو ده الصح، وأتمنى التوفيق لكل الصفقات
وانهم يطلعوا قد التيشيرت الاهلي ويستحملوا تقله باذن الله. استاذ ثروت بيقول يجب على نادينا يعمق الاستراتيجيه الجديده بابرام بروتوكولات مع انديه مختلفه من القارات المختلفه من اجل التعاقدات الخارجيه، ويتجاهل التعاقدات الداخليه مع تحديث سياسه القطاع الناشئين لتصعيدهم للفريق الاول في سن مبكره. اخر راي معايا، استاذ كريم بيقول استراتيجيه ممتازه خاصه مع غلو الاسعار المبالغ فيه من فرق الدوري، وكمان تروح لمدارس جديده في الكوره تستطيع احداث الفارق. كلام بصراحه في الجول من قبل المشجعين والمتابعين لبرنامج الترند. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع القادم على خير في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.